معلق فرح رح اروح لمكتبه الاسد الوطنيه طبعا اللي عم تشهد فعاليات معرض الكتاب طبعا السوري. تم توقيع كتاب للروائي والاديب عبد الرضا الحميد اللي بيضم قصائد بحب سوريا الذاكره والتاريخ والتفاصيل بتقرير زميلنا عدي الاسمر. مجموعة من القصائد العراقية الموثقة في حب سوريا سوراقيون تضمنها كتاب للروائي والأديب عبد الرضا الحميد والذي يضم 22 شاعرا من كبار الشعراء العراقيين منذ العهد العثماني وحتى اللحظة الراهنة والذي تم توقيعه في مكتبة الأسد بدمشق. كتابي يوثق الشعر العراقي الذي انغمس في حب سوريا برغم مختلف الأنواع السياسية والتحولات في المشهد. يضم 22 شاعرا منذ العهد العثماني حتى لحظتنا الراهنة، 22 شاعرا من كبار شعراء العراق الذين أطلقوا على دمشق من الأسماء الحسنى ما يربو على 300 اسم، وهذه الحقيقة الكبيرة التي تعني أن دمشق مؤثرة جدا في وجدان الشاعر العراقي. تجربة الدكتور عبد الرضا هي تجربة فريدة وخاصة بما تمر به أمتنا العربية من عدوان خارجي، سواء كان باحتلال العراق والهجوم على سوريا بمختلف الأصعدة، والذي أدى إلى منعكسات سلبية ما بين الشعوب. اليوم تجربة الدكتور عبد الرضا بتوحيد الشعراء العراقيين من أجل مدح دمشق، هذا أنا برأيي يعزز وحدة الصف العربي، يعزز القومية العربية التي هي موجودة أصلا والتي هي كانت مستهدفة من قبل حلف العدوان على كل الأمة العربية على سوريا والعراق ومحور المقاومة أيضا من خلفهم بشكل كبير. هذا العروج الشعري في فضاءات سوريا المكان، سوريا الذاكرة والتاريخ والحضارة، هو ما يعني يحسب لهؤلاء الشعراء، وبالتالي حينما يكتب أولئك الشعراء هذه المدونات الشعرية، هذه القصائد العالية التي ترهج بالحنين، التي ترهج بأسماء الله الحسنى، التي ترهج بوهج الأصالة والانتماء، هم يكتبون امتدادا لهذا الوعي، الوعي الذي تجذر في الذاكرة الثقافية والشعرية العربية. تجربة فريدة للكاتب عبد الرضا الحميد توثق انغماس الشعر العراقي في حب سوريا بما يعزز الصفات القومية العربية، والذي يؤكد بأن سوريا الحضارة ستبقى على مر الزمان مؤثرة في وجدان الشعراء العراقيين.